ما درنا اللقاء التواصلي الاول في مدينه اكادير والثاني في مدينه الخميسات، مقبلين على لقاء تواصلي اخرى في مدن مغربيه اخرى ان شاء الله. هذا اللقاء اللي الهدف منه انه نذكروا الناس ونعطي واحد النبذه على التعاضديه والتاسيس ديالها الناس اللي ما عرفوهاش، وثانيا نعطي واحد التقرير على الانشطه اللي دار هذا المكتب التنفيذي الحالي، ونعطيهم حتى التقرير المالي على 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 التعاضديه شنو دوزنا، وميمطو من بعد نناقشوا الامور والافكار اللي خاصنا نديروا من هنا لقدام من اجل غد افضل لهذا التعاضديه الوطنيه للفنانين اللي هي بيت الفنانين. هو انه القضيه راه باينه، الفنانين عندهم واحد التعاضديه وطنيه للفنانين اللي كتامن لهم التغطيه الصحيه سنين وسنين وسنين. هذه الامور باينه، التعاضديه الوطنيه كتعاونها الدولات سات مبادره ملكيه، الفنانين منخرطين فيها ومتشبتين بها. بهذه المناسبه هذه اليوم قررنا باسم التعاضديه الوطنيه للفنانين ان نعقدوا هذا اللقاء. هذا الغايه منه هو ان عدد كبير من الفنانين العاملين في القطاع الفني والمنخرطين في التعاضديه كلهم يعانون وكلهم عندهم مشاكل كيتخبطوا فيها، بخصوص هذا الموضوع هذا ديال هذا الورش الملكي اللي نادى به صاحب الجلاله نصره الله. ونأسف للاسف الشديد انه لما جاء احنا بغيناه، ولكن ما مصير التعاضديه اللي احنا دابا مرتاحين فيها وفيها شروط اللي هي اقوى واحسن بكثير من 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 هذا الشروط اللي قامت بها دابا اللي جات على طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكنتمنوا ان شاء الله انه هذا اللقاء ان شاء الله يكون تنوير الراي، ويلتفتوا لنا الجهات المسؤوله ويعرفوا كيفاش يقدموا معنا هذه المساله هذه. كنتواجدوا بهذا اللقاء الوطني اللي كتنظموا التعاضديه الوطنيه للفنانين من اجل توضيح بعض القضايا القطاعيه الشائكه اللي تخبطوا فيها المهنيين ديالنا طيله هذه السنه، بحكم انه يتم تنزيل الان ورش حمايه الاجتماعيه المتعلق بالتغطيه الصحيه الخاصه بالمهنيين الفنانين الحاملين للبطاقه المهنيه للفنان. كنشكروا التعاضديه الوطنيه للفنانين على التجاوب ديالها السريع مع المهنيين وتنظيم هذا الملتقى اللي غادي نخرجوا بتوصيات ان شاء الله نرفعوا للجهات المسؤوله باش يتوجد واحد الحل جذري بخصوص هذه العوائق. شكرا جزيلا للصحافه الوطنيه على المواكبه والدعم ديال المهنيين. شكرا.